بدوره طالب وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي بضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وأشار الصفدي إلى أن اليوم شهد حشدا دوليا كبيرا لتقديم الدعم الإنساني لغزة، مؤكدا على الرفض التام لمحاولات الاحتلال لاقتطاع أي جزء من قطاع غزة. موقفنا واضح، يجب أن يتوقف العدوان فورا، يجب أن تفتح جميع المعابر وتزال جميع العقبات أمام إدخال المساعدات الإنسانية، ويجب أن يكون هنالك جهد دولي حقيقي لحل جذر الصراع وهو الاحتلال حتى لا تتكرر هذه المأساة. لن ينتهي الصراع ما لم ينتهي الاحتلال، هذه الحقيقة التي نريد للعالم كله أن يدركها وأن يعمل من أجل تحقيقها، وما نطرحه جميعا هو حل الدولتين المستند إلى قرارات الشرعية الدولية الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود 4 حزيران 1967 وعاصمتها القدس المحتلة، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل، ولتعيش المنطقة كلها بأمن وسلام، وكي لا يرى العالم مرة أخرى هذه المشاهد اللا إنسانية التي نراها تتكرر يوما بعد يوم في غزة.